قال وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكن إن مشروع القرار الخاص بقوات حفظ السلام الأممية في منطقة الدنباس أصبح جاهزا بالفعل، وأن هذه الوثيقة أعدتها أوكرانيا بمشاركة الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة. وأشار كليمكن في لقاء عبر قناة إنتر الأوكرانية أن المشروع يتضمن بندا بنشر قوات حفظ السلام في جميع أنحاء الأراضي المحتلة وكذلك على الجزء المحتل من الحدود الأوكرانية الروسية. وعن عدد القوات المفترض نشرها لم يؤكد الوزير الأوكراني صحة الأرقام التي تداولتها وسائل الإعلام الأمريكية في وقت سابق، كما لم ينفها، والمقدر عددها وفق وول ستريت جورنال بـ20,000.